كيف هي أجواء تحضيرات العيد في البلدات العربية؟ ننتقل مباشرة إلى شبكة مراسلنا في الميدان، سيكون معنا سماح وتد من الناصرة ومراسلنا مجد دانيال من عكا، وأيضا سينضم إلينا لاحقا مراسلنا ياسر العقبي من النقب. نبدأ من عندك سماح، كيف هي الأجواء في الناصرة والتحضيرات لعيد الأضحى المبارك؟ أهلا بك مرام، نحن موجودون الآن في منطقة ساحة العين في مدينة الناصرة. يعني صراحة هنا الأمور تبدو غريبة لعيد الأضحى المبارك، الشوارع شبه فارغة، المحلات أيضا شبه فارغة. هذا يعني هو ليس الحال الذي كان يريد أو كان يتمناه أصحاب المحال التجارية. هنا تحدثت قبل قليل مع بعض أصحاب المحال التجارية وأبدو قلقهم من عدم وجود يعني المواطنين هنا في ليلة واحدة قبل عيد الأضحى المبارك. على ما يبدو فعلا أنه اكتظاظ المواطنين والمجتمع العربي، كثيرين من المجتمع العربي على النقاط الحدودية عبر في مطار بن غوريون وأيضا في المعابر الحدودية البرية، هو سبب عدم وجودهم هنا في الناصرة. كنا قد تجولنا أيضا خلال هذا اليوم في مدينة باقة الغربية والحال هو شبيه جدا. يعني أيضا في ظل وجود فعليا ما خلفته كورونا، الأزمة الاقتصادية الصعبة جدا التي ضربت الأهالي هي أيضا عامل يعني مؤثر. هناك العديد، تحدثت أيضا إلى الكثيرين الذين قالوا أنهم ليس لهم أي إمكانية للاحتفال في هذا العيد كما كان في السابق. هذا هو الحال الآن في الناصرة، الشوارع شبه فارغة. ولكن بعد قليل أيضا سنكون معكم من إحدى مظاهر العيد السعيد، وربما أن تحاول أن هذه يعني مسيرة الكشافة التي ستنطلق من مسجد السلام هنا في الحي الشرقي في الناصرة، وربما هي إحدى مظاهر العيد التي ستأتي بالفرحة والبهجة على المجتمع العربي. كل عام وأنتم بخير. نعم، سنعود إليك لاحقا سماح، وكل عام وأنت بألف خير. شكرا لك. ننتقل إليك مباشرة مراسلنا مجد دانيال من عكا، كيف هي الأجواء عندك مجد؟ نعم، مساء الخير لك مرام ولكافة المشاهدين، وكل عام وأنتم بألف خير. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما تسمعون يعني بالخلفية بدأت يعني ليس من الآن يعني من قبل أي يعني عدة دقائق بدأت تكبيرات العيد، عيد الأضحى المبارك هنا من جامع الجصار في مدينة عكا وجميع يعني الجوامع في مدينة والمساجد في مدينة عكا. مدينة عكا تمتاز يعني بأجوائها الساحرة في العيد يعني في كل أيام السنة، وأيضا خلال يعني العيد، عيد الأضحى المبارك وعيد الفطر، يعني تزداد الفعاليات للأطفال، وأيضا يعني يتم افتتاح البسطات والأكشاك في البلدة القديمة في عكا، ناهيك عن سوق العكا الأثري القديم الذي يتميز يعني بتجاره الذين يعني ينتظرون بالفعل يعني فترات العيد لكي تنتعش الحركة الاقتصادية لديهم. طيب مجد، وأيضا مطاعم عكا، ونحن نتواجد على أحد هذه المطاعم المطلة على هذا المنظر الخلاب والجميل الذي يجمع ما بين بحر عكا وأسوارها وأيضا جوامعها، كما يعني تستطيع الكاميرا أن تلتقط من هنا. يعني أيضا نرى زينة العيد في بعض المطاعم التي وضعت هذه الزينة والأضواء التي تتلألأ هنا في مدينة عكا وبلدتها القديمة على وجه التحديد. يعني يأتي هذا العيد على مدينة عكا بعد فترات عصيبة مرت على المجتمع العربي وعلى مدينة عكا بشكل خاص، خاصة نحن نتحدث عن أزمة كورونا وكان وقعها الاقتصادي الصعب على التجار هنا في عكا والإغلاقات المتكررة التي يعني سببت أوضاع اقتصادية صعبة وركود اقتصادي عمليا. يعني ونأمل يعني أن لا تعود هذه القيود، خاصة بأن يعني هناك اجتماعات لكابينيت
انتي كورونا من الممكن ان يتم اتخاذ قرارات، وهناك حديث عن الشاره الخضراء والشاره السعيده، نامل ان لا يعني تزداد هذه القيود مما يضطر التجار هنا لان يغلقوا محلهم التجاريه. ايضا فتره الاعتداءات يعني الاعتداءات على الشعب الفلسطيني وعلى القدس والاقصى والهبه الاخيره التي كانت هنا يعني ايضا سببت ركود اقتصادي، وايضا هناك ما زال معتقلين واهالي الذين لن يعيدوا هذا العيد كما يجب بسبب يعني وجود ابناء لديهم داخل المعتقلات الاسرائيليه. نعم مجد، كل عام وانت بخير، ايضا شكرا لك. وننتقل مباشره الى مراسلنا ياسر العقبي من النقب. اهلا وسهلا بك ياسر، وكل عام وانت بالف خير واهل النقب بالف خير. حدثنا عن الاجواء عندك. كل عام وانتم بخير جميعا. يعني نحن الان على اسماع بعد افطار الصائمين في يوم عرفه، بدات التهليلات والتكبيرات في مساجد مدينه رهط قبل قليل. الله اكبر الله اكبر. وبالتالي يعني هو حركه نشطه هنا في مدينه رهط، في قلب مدينه رهط، حيث الانتظار طبعا هو العيد الاول بعد تقريبا عام ونصف الذي يتم فيه طبعا زيارات، تبادل الزيارات وبدء تبادل الزيارات. للأسف الشديد يعني الوضع الاقتصادي السيء الذي يعاني منه الكثير من المواطنين هنا في النقب، خاصة في ظل جائحة الكورونا المستمرة وكذلك البطالة المرتفعة التي تصل في القرى مسلوبة الاعتراف إلى حد 60% تقريبا، هي التي يعني تؤثر سلبا على أجواء العيد. هناك البعض الذين لا يستطيعون حتى شراء الأضحية، وبالتالي يعني كان هناك تراجع في عدد الأضاحي، في عدد بيع الأضاحي، كما يعني بينا في مراسلون قبل مساء هذا اليوم. مرام يعني حقيقة هنا الأجواء بصورة عامة هي أجواء إيجابية، أجواء يعني هناك متبادل لطبعا المباركات والتهاني من قبل المواطنين هنا في النقب، وطبعا عيد للجميع. كل عام وأنتم بخير. نعم شكرا لك جزيل الشكر ياسر العقبي مراسلنا من النقب، وسنعود إليك لاحقا في هذه الحلقة. شكرا لك.